أهلا وسهلا بحضراتكم. شهدت محافظات الجمهورية ارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكشفت كمان أن التوقعات بتشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة لحد يوم السبت المقبل 4 مارس 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية. شهدت المحافظات الساحلية طقس شتوي دافئ مع استقرار حالة الطقس والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية على سبيل المثال سطوع قوي للشمس الدافئة مع هدوء ملحوظ في حركة الأمواج وصفاء السماء وعودة اللون الأزرق للبحر بالسحر المعهود لشواطئ الإسكندرية. الحقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت غير معتاد، خاصة مع البداية الباردة اللي قدمها شهر أمشير في الأسبوع الأول منه، واللي تغلب فيها على البرودة القارسة لشهر أكتوبر. كمان شهدت محافظة الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر أمشير برودة قارسة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة، إلا أن الوضع تغير بعد الأسبوع الأول من الشهر، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي لحد ما بلغت ذروتها الأسبوع الحالي علشان تصل إلى 26 درجة العظمى، مع توقعات ايضا باستمرار هذا الطقس حتى يوم الجمعه المقبل، علشان بعد كده تنكسر الموجه الحاره وتبدا درجه الحراره في الانخفاض التدريجي. خلينا اقول لحضراتكم ان هيئه الارصاد الجويه اكدت على استمرار ارتفاع درجات الحراره على الانحاء كافه بالجمهوريه حتى نهايه الاسبوع الجاري، وسط توقعات ان يصل هذا الارتفاع ذروته يوم الاربعاء المقبل، وهتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ل 28 درجة، وهتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. مع الاستقرار في حالة الطقس اللي قد تستمر لعدة أيام، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإسكندرية على استقبال الوافدين والزائرين على شواطئ الإسكندرية الممتدة بطول الساحل، وكمان أكدت على استمرار دخول الشواطئ المجانية والعامة بالمجان طوال فصل الشتاء، وعددها 8 شواطئ، وهي شاطئ المندرة المجاني وشاطئ ميامي وشاطئ السرايا وجليم العام والأنفوشي وشاطئ المكس العام وشهر العسل وشاطئ الهانوفيل العام. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أعلنت كمان عن فتح شواطئ الإسكندرية لعشاء الشتاء بالمجان علشان يتمتعوا بالأجواء الخريفية والشتوية على شواطئ محافظة الإسكندرية الساحرة. وفي نهاية التغطية يعني خلينا أقول لحضراتكم إن خلاص الشتاء بدأ يلم هدومه ويرحل، والصيف أصبح قادم خلاص وأصبح على الأبواب. كل عام وحضراتكم بألف خير، ونقابلكم في تغطية جديدة عن حالة الطقس.